مع البصرة، حيث انتشر فيديو لمدرسة يتغيب فيها المعلمين عن الحضور منذ بداية العام الدراسي بحسب ما يقال في الفيديو، ويظهر مواطن وهو يناشد المسؤولين بضرورة النظر إلى حال الطلاب وسط الغياب المفاجئ للكادر التعليمي. نشاهد. من ما عندك معلمين داومين؟ الأخوان اللي جابوا جاؤون؟ تعال تعال لا تجلس. تعال 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 وين المعلمين؟ تعال وين المعلمين؟ تعال صورني وين المعلمين؟ ما تقولي وين؟ تعال تفضل تعال تفضل. المعلمين داومون؟ جابوا لي المعلمين جاي داومون؟ لا هل داومون؟ لا روح ذاك الصف ثاني تعال. الله يرضى معك. من يتحمل مسؤولية هاي التلاميذ؟ اليوم داومين تاريخ يوم السبت 2021 4/12 الساعة بالعشرة ولا معلم جاي. من يتحمل مسؤوليتهم؟ تعال. السيد مدير عام تربية البصرة، السيد مدير الإشراف، السيد مجلس النواب، السيد محافظ البصرة. من يتحمل مدرسة القيروان، قضاء الهارفة، قرية حمرينان، قرب سيد سامي؟ من يتحمل مسؤولية هاي الطلاب؟ صورهم مداومين بدون معلمين؟ من يقبل هذا الحكي هذا؟ إذا هم يقبلون، إذا ما يخافون من أول المسؤولين، يخافون من الله سبحانه وتعالى. صور أبوي، تعال صور، تعال دخلوا دخلوا أنت الأب حاضر. من الطبيعي فيديو كهذا أثار استياء العراقيين ومن وضع التعليم والفساد الذي يطال مؤسساته. نستعرض وإياكم بعض من التعليقات التي أتت على هذا الفيديو. جراح قال: وبالنهاية السنة الدراسية الطلاب ترسب ويذبون اللوم على الطالب ما يدرس، هاي تاليتها. منى محمود أبدت أسفها معلقة قائلة: للأسف كل شيء نتوقع بهالبلد.